اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك النهارده معانا غير التقليدي، لا هو مشوي ولا هو رده والصواني والحاجات الحلوه اللطيفه دي. احنا النهارده هنعمل اكله سمك بطريقه مختلفه ومدرسه مختلفه. معانا النهارده التونه، والتونه دي حبيبه دايما الشباب اللي هم بيكونوا بيسافروا بيغتربوا بيبقوا قاعدين لوحديهم، فيقول لك اكل سلطه التونه، اعمل تونه مكرونه وهكذا. فانا هعمل النهارده مكرونه بالتونه على طريقتي هتعجب حضراتكم، واخده سكه الجراتان كده مع جبنه وشويه حب يعني. معانا بلح البحر النهارده، بلح البحر ده من الحاجات اللطيفه الجميله، متواجد في السوق وممكن منه مستورد في السويس في الاسماعيليه. انا عايز اعمله شوربه النهارده على طريقتي برضو هتعجب حضراتكم. هو شكله طبعا مغري وفيه الفص من جوه كبير وحلو، فتعالوا شوفوا نعمله ازاي طاجن او شوربه يستفيد به، يبقى لطيف وجميل وبيحتوي على نسبه كبيره من اليود بما ان هو من القشريات اللطيفه الجميله. معانا سمك فيليه قشر بياض طازه، هنعمله النهارده فطاير على طريقتي برضو وحقوق الطبع لدينا وبس. دايما مع اكله السمك بيكون في حاجات حصري على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ودايما نقول حقوق الطبع لدينا وبس. مش عايز اطول على حضراتكم لان الحلقه النهارده للامانه فيها شغل كتير، وخليها سمك النهارده بس على طريقه المغازي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. خلونا نبدا بايه يا شيف؟ لو احنا عندنا المنيو بتاعنا النهارده، الحاجه اللي ممكن تاخد مننا وقت، خلونا نحضر الكفته او نحضر فطاير السمك. هنشوف نعملها بطريقه بسيطه ازاي، وهي واخده سكه لطيفه وحاجه حصري يعني. معانا سمك فيليه قشر بياض، ومعانا دقيق، ومعانا معلقه بيكنج باودر وشويه خضره بس، خلص الكلام. تاني، سمك فيليه قشر بياض وكوبايتين من الدقيق وشويه بيكنج باودر وبصل وتوم وشويه خضره. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. حلو الكلام؟ طيب بس خلوني للامانه يعني في شويه تحضيرات كده واحنا شغالين، ما بحبش انا امشي على نظام ايه الاكله تبقى كل حاجه لا، خلينا نحط المكرونه دي في النار، ناخد وقتنا في السوى شويه في الطبق المكرونه اللي هنعمله بالتونه. فعلشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، المكرونه ميه بتغلي على النار وبحط فيها المكرونه تفك شويه وتستوي شويه معايا بس، وانا واقف كده شغال وانت واقفه بتتسلى في المطبخ في حاجات ممكن تعمليها وتساعدك وفي نفس الوقت كمان بتكسبي وقت. هنعمل العجينه الاول بتاعه الفطاير مع بعض، عجينه كده غير تقليديه حلوه هتعجبكم. بنجيب بوله زي دي كده، حلو، اللهم صل على النبي. بنحط في البوله دي شويه دقيق تقريبا، دول كويس يعني، اذا احتاجنا بنحط تاني شويه بيكنج باودر، حلو قوي. بنحط على البيكنج باودر ده شويه خضره من البقدونس والكرفس، شويه شبت. ايه الجديد يا عم الشيف ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ شويه ثوم، شوية بصل، كل ده على الدقيق. شوية ملح يعني. بصوا هي دي الطريقة هتعجبكم يعني، وحاجة سهلة مش هخليكي بقى تعجيني والجو ده. شوية بابريكا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية كركم ده برضو على الدقيق، شوية فلفل اسود على الدقيق، نعم، عايز تعرف شوية زعتر، ايوه زي ما قلت كده على الدقيق، حلو الكلام؟ زي الفل.
هناخد المقادير اللي احنا عملناها دي كلها مع بعضيها. سبايسي، نحط سبايسي، انا بحبها سبايسي. ناخد القرن الفلفل ده كده، نقطعه بالشكل ده كده، وعلى الدقيق. كل ده شيف، كل ده. وعندنا من المياه الغازية زي دي كده، بس خلاص. ونقلب العجينة دي مع بعض. حطيت ايه تاني يا شيف؟ يلا اكتبوا ورايا. دي خضرة، بقدونس، كزبرة، شبت، فلفلة حارة، وده اختياري، بصل وتوم، ملح وفلفل وشوية بهارات. هتحتاج مياه غازية، بنحط بالشكل ده كده. بقى عندي عجينة، هو ده قوامها. حلو اهو القوام ده، حلو اهو. تمام، واسيبها على جنب شوية. هتحتاج شوية كمان، بس خلاص. حلو الكلام، زي الفل. هنقلب دول مع بعض. خلطة حلوة دي، هتعجبك. دي تاني، اكتبوا ورايا يا ست الكل من فضلك، عشان الشغل اللي بعمله ده والفطاير دي حصري. دي بيكنج باودر، خضرة، بقدونس، كزبرة، شبت، قرن فلفل حار، وده اختياري، بصل وتوم، بهاراتك الحلوة، بابريكا، على شوية فلفل، على شوية ملح، على شوية كمون، على شوية كزبرة، على شوية كركم. ونعجنها بالشكل ده ونخليها على جنب لغاية كده. احنا شغالين صح. ناخد السمك بتاعنا. حلو، تمام. واخدم عليها كويس في التقليب يعني. هناخد السمك فيليه بتاعنا، القشر البياض. وهتتساءل دلوقتي اسئله كتير وانتوا قاعدين، ممكن فيليه بلطي، ممكن، ممكن فيليه وقار، ممكن، ممكن جمبري، ممكن. يعني اللي انا هستخدمه دلوقتي له بدايل. ما عندكيش قشر بياض، استخدمي فيليه بلطي، وده موجود في السوق. ما عندكيش فيليه بلطي، استخدمي جمبري، انت وجيبك بقى. هناخد السمك بتاعنا الجميل الحلو ده اللي هو قشر بياض. الله، طازه. حلو، ونشيل دي من هنا، وناخد السمك ده يا عم الشيف، نقطعه كده بالطول. ونفس القصة كده بالسكين، يعني يبقى قطع صغيرة. اوعي تعوري ايدك. انا مش عايز احطه في المفرمة، مش عايزه مفروم انا. اهو سكينة حامية تحت ايدك، تقطعي طولي كده رفيع شرايط يعني، وبعدين بالسكينة كده تقطعي ايه قطع صغيرة. لو هو جمبري هيبقى سهل معاكي. وده فيليه بولت، فيليه قشر بياض طازه، نتاكد ان هو اتفرم تمام زي الفل. ناخد واحده كمان، يلا واحده كمان بالشكل ده كده. نفس الطريقه، شكل طولي كده. جربيها لاولادك النهارده. الاولاد دايما بيقولوا لك يا ماما مش بناكل السمك. هتجيب الفيليه البلطي او الفيليه القشر البياض المتواجد يعني، او اللي هو متاح، وهتجيبيه بنفس الشكل كده. دي خلاص، وهنقطعه زي ما انا شغال كده بالطول. تحت ايدك كده، بسم الله. تاني اهو. ولازم السكينة يا أختي، يا ست الكل، يا أمي، تكون حامية، يكون السلاح بتاعها كبير عشان إيدك ما تتعورش.
بتتحكمي فيها بمقبض ايدك كده. الحاجات دي لازم تشتغليها بايدك انت، معلش يعني، يعني ما تروحيش عند السماك وتقولي له عايزه كده، لا خالص، انت خدي السمك الفيليه وروحي على البيت قطعيه انت كده من فضلك بدون ما اخش في اي تفاصيل. اشتريتي سمك فيليه قشر بياض، تعالي على نفسك وانت قطعيه بايدك كده بس وخلاص. اقول لك بقى السمك ممكن يتغير، يخش بدل الحاجات دي، انا مش بتكلم فيها، بكلمك في حاجه علشان انت تبقي حريصه وعارفه بتعملي ايه. نفس الموضوع، هناخد شويه نشا على السمك ده كده، عصره ليمون على السمك ده كده، ونقلبهم مع بعض بدون اي توابل. تاني حطيت نشا وحطيت عصرة ليمون وقلبتهم مع بعض، شيل دول من هنا مش عايزهم، فيهم شوك، ونقلب دول كده، نشا ليمون بدون أي بهارات، نشا ليمون بدون أي بهارات، حلو الكلام. وعند الخلطة الجميلة الحلوة دي كده، وعندي طاسه بتسخن على النار، حلوه دي فطاير يا شيف. اه شوف هعملها ازاي دلوقتي، هشيل الحله من دي من هنا، الله، ونشوف المكرونه وصلت لفين. اه وانا واقف كسبت وقت، ميه بتغلى على النار ونار شغاله كده كده، النار شغاله، سلقت المكرونه وخلصت منها. اه هخليها دي نص سلقه على فكره، اللي انا هستخدمها للتونه بس لما يجي وقتها. حلو. هنحط الطاسة دي على النار، نار شديدة بالشكل ده كده، ونحط في النار دي يا عم الشيف شوية زيت، حلو، ونضيف على الزيت ده قليل من الزبدة بالشكل ده كده. وبصراحة دي مش عاجبني شكلها، شكلها هنا اشيلها كده، المخرج بيدعي لي دلوقتي انا عارف في سره. حلو، واخد الكفتة الحلوة دي كده، واخد الفطاير دي كده، اللهم صل على النبي، واجي اشتغل هنا كده ايدي بشوية مية. اللهم صل على النبي، فطاير السمك حصري على طريقة الشيف المغازي، ايدي في المية واجيب العجينة الحلوة دي كده، واخد السمك ده كده واشتغل كده في قلب الزيت تاني كده، وفي قلب الزيت كده. وفي قلب الزيت يقلب الميه، وفي قلب الزيت. نعم يا غالي، سؤال لطيف، قال لي ليه حطيت نشا على السمك بالشكل ده كده؟ نشا على السمك علشان يثبت الخلطه اللي انا باخدها دي كده مع السمك. سيبوني بقى اخلص الكميه دي الكبيره الحلوه دي كده، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، لان عندنا مكرونه بالتونه والجمبري، سوري بالتونه بس والبشاميل يعني، معناش جمبري النهارده، مش كل يوم جمبري، ومعانا بلح البحر هنعمله شوربه على طريقتي، هتعجب حضراتكم، بتناسب ايام الشتاء وايام البرد. شفت الخلطه دي؟ اه فطاير السمك حصر، سمك فيليه قشر بياض، تاني في الميه. جربيها لاولادك النهارده، ممكن تجربي بدل السمك شويه جمبري، عندك فيليه بولتي
برضه هيحل مكان قش البياض. نعم نطلع فاصل، بس انا عايز قبل ما اطلع الفاصل نقلب مع بعض واحده واثنين وثلاثه كده ونشوف الاختراع بتاع الشيف المغازي ده، ايه رايكم؟ تمام نقلب واحده واثنين وثلاثه، يلا نبص على الدنيا كده. اه وعليك حق، ليكي حق طبعا، عايز تشوف اللي انا بعمله ده نتيجته ايه في الاخر. يعني انا دلوقتي لو قاعد قدامك وبتابع الحلقه دي كده والصوره الحلوه دي كده، حق ان انا اشوف في الاخر الشيف بيعمل ايه. اه واحنا مع بعض بدانا منين؟ من اول واحده دي اهو، ده حاضر اهي الله. اه يلا واحنا مع بعض. اه نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف نكمل مع بعض الفطاير الحلوه دي كده، فطاير السمك على طريقه الشيف المغازي، هتاكل صوابعك وراها، فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه من بدايه اضافه النشا دي لسه شويه ودي لسه شويه ودي لسه شويه، لازم تصبري عليها لان دي مكوناتها كتير. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الفطاير بالسمك الفيليه قشر بياض حصري. معانا شوربه بلح البحر، معانا مكرونه بالتونه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. كفته بتاعتي جاهزه زي الفل، اقلب كده اجيب الطبقات بتاعتنا الجميله. حلو، خلي بالك تحط في الاعتبار ان هنا استوت دي خلاص شفتي، ونفس القصه تاخد وقتها. طلعنا احنا الفاصل طبعا وكانت معانا اهي وجود البيكنج باودر، بعجن العجينه بتاعتي بمياه غازيه دون ذكر اسمها، مياه غازيه بيضه. خلي بالك ليه يا عم الشيف؟ عشان تبقى العجينه بتاعتنا هشه كده، عجينه اسفنجيه من الاخر بالشكل ده كده. باخد مكعب زبده كده بحطه عليها، شفت الجو ده كده اهو، اعملها لاولادك النهارده قولي لي رايك فيها ايه. دي استوت نشيلها، دي استوت نشيلها، اخبار دي الله، هي دي كمان استوت نشيلها. ايه الدنيا، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ودي نخليها هنا كده الحلوه دي اهي. نعم يا غالي ما ينفعش، ده ما تتشويش في الفرن، دي تتقلي زي ما انا شغال كده. آه. دي لسه شويه كمان اهو، بس تكون النار حلوه عندك كده، نار شديده خلي بالك. ودي كمان ايه الاخبار اهو، شفت عامله ازاي زي الكيكه اهي. اخبارك حلوه انت اهو، فطاير السمك على طريقه الشيف المغازي اهو. الله ايه الجمال ده، والطبقه ملا، واللي ياكل واحده من ده يدعي لي. ايه الاخبار دي كمان، هو ده الف انا وشيفه، نرفع دي من النار. حلوه حلو الطبق ده، هناخده هنا كده ونقدمه هنا. دي فطاير السمك حصر، جربها لي ولادك النهارده وقولي لي رايك فيها. حلو، ممكن تقدمي معاها ليمون، تقدمي معاها شرايح من البصل الاخضر زي ما انت عايزه، اختياري بقى. تعالوا مع بعض نعمل المكرونه بالتونه مع البشاميل، حاجه كده زي الجراتان هتعجبكم. مقاديرها على الشاشة، تونة، مكرونة اتسلقت معانا شوية،
معانا بشاميل، معانا طاسة شديدة الحرارة، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ده الطبيعي. دايما التونة احنا حصرينها ما بين ان احنا نعملها سلطة او نعملها مع المايونيز، بس ان احنا نعملها مع بشاميل وجبنة ومكرونة وتخش الفرن اكيد فيه هنا مدرسة. حلو الكلام. هنحط هنا معلقتين من الزيت يليهم مكعب من الزبدة، ودايما لما بقول مكعب من الزبدة عشان عملية الاحمرار للبصلة والتومة. معايا بصلة ناعمة، معايا التومة ناعمة. مطبخ لذيذ وسمك، بس مدرسة تانية خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. مفيش بقى المشوي ردة، مفيش السنجاري، مفيش الزيت والليمون، الجو اللي بيخلي البيت كله ريحته سمك. وكفتة السمك فكرتها بسيطة خالص، سهلة، ممكن كل أم ممكن تعملها. نتبل البصلية مع التومة دي، عايزينها بالطماطم ماشي، عايزينها بالوايت صوص ماشي، اختياري زي ما انت عايزة. دي توابل عادية خالص، التقليبة الحلوة دي كده. والله أنا حابب أحط عود روزماري، أهلا وسهلا. عندنا براعم البصل الأخضر اللي هي عروق البصل الأخضر الخضرة الحلوة بنحطها. دايما أنا بستخدم الروزماري في الفليفر بتاعي، إذا كان بشاميل أو خلافه بيدي طعم حلو. معانا قليل من الشبت، معانا شوية بقدونس، كل دول على النار، نقلب دول كده مع بعض. شفت ازاي؟ هو ده. معانا التونة الحلوة، فين التونة؟ الله، تعالي يا حلوة. السوق او الماركت يعني لو انت بتشتري التونة، في منها الناعمة اللي هي المتكسرة، وفي منها المتقطعة سليمة، ودي منتجات مختلفة يعني. شوية تونة لطاف. هنعمل ايه يا عم الشيف في المكرونة بتاعتنا؟ مكرونة سلقناها مسبقا، معانا موجودة اهيت. الله، زي ما هي كده. بنحطها على البشاميل بتاعنا ده كده. ده بشاميل، دي حليب، زبدة تاني، دي وحليب وزبدة، يعني وايت صوص من الآخر، ياخد الطعم بالفلفل الأبيض أو جوزة الطيب أو فلفل أسود وجوزة الطيب. ده البشاميل بتاعنا الخفيف الحلو. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله، والتونة على النار، دي مدرسة بقى. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب الكاسرولة اللي هندخلها الفرن، او البايركس اللي هندخله الفرن، او الطاجن اللي هندخله الفرن، وده اختياري معانا، عشان برضو عملية التطبيقة هنا مهمة جدا، تحط في الاعتبار لازم يكون لها نظام. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المكرونة الحلوة دي كده. أوبا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده. أهو دي سباكيتي، أنا بحبها مع السباكيتي على فكرة. عايزة تعمليها مع البنة، اختياري برضو، بس أنا أحب دايما السباكيتي مع الوايت صوص. التونة بتاعتنا الحلوة. والله يا شيف الله يبارك لك، ده احنا بنقعد نفكر نستخدم التونة دي ازاي، ونتعامل معاها ازاي، ونجدد منها ازاي. شفت انا بعمل ايه؟ عينيا. اوزع التونة كده. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ تونة في قلبها، بقية المكرونة الحلوة. اللهم صل على النبي.
يلا بينا. هو ده معانا جبنه موزاريلا برضو اختياري، نوع الجبنه هنا مش هنغطيها كلها، هنسيبها كده بالشكل ده كده. شويه خضره، الشبت دايما حبيب الوايت صوص ولكن بكميه قليله. موزاريلا بتاعتنا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه طبق المكرونه الحلو ده؟ علبتين تونه ماليش دعوه بسعرهم، ليا دعوه بالشكل اللي انا قدمته. ممكن الحاجه تكون سعرها غالي وما قدمناش اللي احنا عايزينه، ممكن الحاجه تكون سعرها رخيص وقدمنا الحاجه اللي احنا عايزينها. مدرسه المغازي بتقول رشه الزعتر الجريئه الحلوه على اي وايت صوص او على اي موزاريلا. درجه حراره الفرن عندي 180، هندخلها الفرن مع بعض. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ اذا المكرونه مستويه والوايت صوص بتاعي واخد وقته على النار، التونه، المطلوب من الفرن يعرف كل ده على بعضه، والجبنه بتاعتي تسيح على وش المكرونه. اه اللهم صل على النبي. يلا بينا. والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل بلح البحر طاجن او شوربه على طريقه المغازي او تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخلونا نقف وقفه حلوه هنا كده لاستفسارات كتيره للامانه، وانا حابب ان حضراتكم تعرفوا الاجوبه على الاستفسارات دي. في بلح البحر، في جندفلي، في خيار البحر، حاجات كده مسميات بنروح عند الراجل السماك او حلقه السمك ونلاقي اسعار متفاوته في ارقام خياليه، عشان نتكلم المصداقيه يعني. نبدا من عند اول حاجه اخواننا الاسكندرانيه، عندهم العرايس وعندهم الجندفلي. الجندفلي ده انواع، في الجندفلي اللي شكل القواقع بيبقى لطيف وجميل، ده سعره في متناول الجميع، وده بيبقى متواجد الصبح بدري بعد صلاه الفجر في اي حلقه سمك وبيخلص فورا. حلو الكلام. وبيتعمل ويتباع بالحجز. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم. بيبقى فيه كمان العرايس اللي هي جندفلي برضو، بس بيبقى سعره في متناول الجميع ولطيف وجميل، ممكن برضو نستخدمه بنفس الاستخدام، ده اختياري برضو عشان نتكلم بس المصداقية. وفي بلح البحر ده للأمانة ما هوش موجود فريش أو طازة عندنا، ده بيتجم مستورد في أكياس بلاستيكية مغلفة على أسماء المنتج أو أسماء الاستيراد، سعره غالي شوي، ولكن هو الغالي تمنه فيه، خاصة بلح البحر ده، لأنه بيبقى جواه فص حلو. الفص ده طبعا زي ما حضراتكم شايفينه كده مليان، فده حلو وتعمل شوربه، يخش مع البايلا. اخواننا الاسبانيين بيدخلوها في البايلا. البايلا دي عباره عن قشريات مع فراخ مع لحمه، بس ممكن نعملها سمك بس مفيش اي مشكله. يعني من الاخر بتاخد بواقي المطبخ، تاخد رز وتاخد كركم وتخش الفرن. وانا عملتها قبل كده، حابب بس اشرح الامور دي، فتعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وانا عايز ابدع في عمله النهارده عشان يعجب حضراتكم وتحبوه. هناخد حبات الفلفل الحلوه دي كده، حلو، ومعانا البصل الاخضر الحلو ده كده، ومعانا شويه كزبره مع ثوم وشبت. كزبره وثوم وشبت، يا نعم. الحاجه في الفرن نشوفها، نبص عليها. اللهم صل على النبي. جاهزه. بس قبل ما تطلع من الفرن غزلها. الصورة الحلوة، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اهي اهو، ألف هنا وشفاء للي ياكل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا، حلوة. خلصنا من المكرونة، تعالوا مع بعض نشوف أخبار الجندفلة. أخبار الطاسة ايه؟ زي الفل، تمام. ده بالظبط يعني، من غير ما نتكلم ومن غير ما نخش في تفاصيل عشان نعمله في المطبخ، ده بخمس دقايق. اخد الفلفل ده كده، ولازم خلي بالك تختار هنا الحاجات اللي هتحطيها، لان الحاجات دي هتخش مع الفص بتاعنا ده اللي هو بلح البحر. ونمسك الفلفل ده نقطعه كاريهات صغيره،
يعني مكعبات، سيبك من المصطلحات اللي بقولها دي. هل تقطيع دي احنا ونرجع تاني كده اهو، بصل اخضر بالشكل ده كده. عندنا الطاسة على النار بتناديني، حلو زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد ده كله مع بعضه مع شوية كزبرة أو الكرفس، مع شوية الشبت الله عليك، مع شوية التوم الحلوين، كل ده يا عم الشيف. ونروح فين؟ مع بعض كده للنار، محدش بيروح للنار، ربنا يكفينا شر النار. شوية زيت زيتون مع قليل من الزبدة، ونسيبهم على النار وهم في النار كده. بنحط شوية زعتر الله مع البهارات بتاعتنا، سنة بابريكا في النار، شوية كمون حلوين، شوية فلفل اسود حلوين، الملح بتاعنا الله، ونقلب دول كده. شفت الجو ده كده؟ ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بهم هنا كده، واحنا مع بعض شوف الدنيا ماشيه معانا ازاي، ونقلب الله. لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه جديده، ده الطبيعي. التقليبه الحلوه دي كده على النار الحلوه دي كده، شفت الخلطه دي جميله؟ اهو تمام. معانا بلح البحر، نبص عليه بصه حلوه كده. شفت بلح البحر ده وجماله؟ هو ده يعني دايما بنلاقيه على وش البايلا في شوربه السي فود، طواجن السي فود. انا يهمني جوه الفص ده الحلو، في طرق كتير ان احنا ممكن نعمله على فكره. ده ممكن يتحشي تشكيله من الجمبري او السي فود ويتقفل كده ويخش الفرن، بيبقى لطيف. انا بقول لك على افكار يعني، ممكن يستوي وبعد ما يستوي يتحط فيه رز ويتقفل كده ويخش الفرن، افكار حلوه. فانا بقول لك على حاجات يعني ايه، تغيري من الشكل، ولكن خلونا في الطريقه المعتاده اللي الشيف هيعملها دلوقتي. كل حاجه على النار، الخضره اخبارها ايه، نبص عليها قبل ما ننزل. شفت الحلاوه دي كده؟ الله. مش مطلوب ان الخضره هنا تستوي جامد، ننزل بيه كده الله. لسه ما خلصتش، فاكرين هو ده الكلام الحلو بقى، شوربه المكرونه تتحكي. دي ما تترميش، دي سباكيتي مسلوقة هنا، خلي بالك عايزها انا، مية الاسباكيتي فاكراها؟ المطاعم مش بتعمل كده، أو الاحترافية يعني ما تكونش يعني بيقول لك مية مكرونة، لا. وبيعمل إيه بقى؟ بيعمل بيون من السي فود، روس السمك مع جلد السمك مع ديل السمك مع بواقي المطبخ بصل وتوم، ويبقى عنده كده حلة فيها كل حاجة، بيصفيها وياخد منها البيون. أنا بستخدم هنا مية المكرونة. زي الفل. حبيت بس انوع عشان ايه، الفلاسفه الله. طب استخدم ميه المكرونه ولا ميه من الحنفيه؟ استخدم ميه المكرونه ولا ميه من البراد؟ هو ده الكلام، شفت المدرسه؟ هو ده. اقلب كده الله على الطعم. هتشرب شويه شوربه على طريقه المغازي، سبايسي فيهم طعم البصل الاخضر مع الفليفله مع التومه مع شويه البهارات. خدي بقى التركايه بتاعت المغازي، عشان لما بقول حصري وحقوق الطبع لدينا وبس الكلام ده معانا. نخلي الشوربه دي تغلي على النار، حلو. وعندي بياض بيض، الله الله عليك يا مغازي، بياض بيض
هاخد الصفار انا مش عايزه. لما بتوصلي لمرحلة الإبداع في المطبخ بتبدعي وبتبدعي على حق. أصبح إن طبق الشوربة ده فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه معادن، فيه فوسفور، فيه يود، فيه كل حاجة حلوة ممكن نفكر فيها. بس بياض البيض ده ما ينزلش على الشوربة دي غير لما تغلي. فكرة عمل الحريرة من المطبخ المغربي أو التونسي أو الجزائري. لو ما خدتش بيضة بعد ما بتستوي الحريرة وتطلع من النار، الحريرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدس وحمص ورز وخضرة من المعدوس اللي هو البقدونس يعني بيسموه، مع بصل وتوم ولحم ودجاج أو لحم بس. كل ده بيستوي على النار مع الحمص والعدس الأصفر، هنا دوره بيدي قوام للشوربة. وبتاخد معلقة من معجون الطماطم ومعلقة سكر. بعد ما بتستوي خالص بنضيف لها القرفة ونشيلها من النار، وهي بتغلي بنيجي ماسكين بيضة كسرينها وحاطينها في قلبيها ونقوم مقلبين، عشان كده سموها الحريرة. البيضة دي بتتحول جوه شوربة الحريرة لخيوط حريرية. شفت أنا بجيب لكم إزاي المعلومة السورس بتاع الموضوع؟ ليه سموها شوربة الحريرة؟ لازم يتعامل معاها كده. البيضة تنزل على الشوربة بعد ما بتطلع من النار وهي بتغلي وتبكبك، تنزل في قلبيها بتديك خيوط حريرية. نفس القصة هنا، أنا مش هنزل بالبياض البيض على الجندوفلي غير لما أشوفه قدام عينيا بيغلي. طبعاً مهم جداً لما بتكلم عن معلومة وعن حاجة نسميها افتكاسة، نسميها خبرة طهوية، نسميها فراسة، نسميها إبداع، ده مهم جداً على فكرة. أنا بعمل شوربة بطعم خاص، الجندوفلي أو بلح البحر اللي بستخدمه دلوقتي اهتميت بيه، شايفين إزاي؟ الجندوفلاية أو بلح البحر حي في قلب الشوربة. عايز أعمل شوربة حلوين، دي خالية من النشا، ما ينفعش احط هنا نشا. انا استخدمت مية المكرونة، مية المكرونة كده كده بيبقى لها شوية قوام لان احنا سالين فيها نشويات. طبعا احنا بياض البيض، فصلنا الصفار، اشوف مكان ما بتغلي فين الشوربة بالشكل ده كده وانزل بيها اهو. هي دي التركية يا عم الشيف. شفت الشقاوة؟ شفت الشقاوة؟ ما تقلبش، اصبر شوية. هسه ونعمل ايه يا عم الشيف؟ هو كده تسلم ايدك يا شيف. الله الله، شفت الحلاوه دي؟ ده حصري. شفت قوام الشوربه؟ هتدعي لي. فيها كل حاجه، البروتين، كالسيوم، معادن، فسفور. يلا بينا نغرفها مع بعض. وشفت البياض عمل صوره حلوه ازاي في قلب الشوربه؟ يلا بينا. ألف هنا وشفاء ليشرب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ويلي، تسلم ايدك يا شيف. حصري، واللي بقول حصري بثقة. شوربة بلح البحر على طريقة المغازي. ألف هنا وشفا. إيه الحلاوة دي يا شيف؟ إيه الجمال ده؟ أوعى تحط نشا، تكتفي بالموضوع. ألف هنا وشفا. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. الخبرة الطهوية تغلب على السعر، على الماتيريال اللي احنا جايبينه. لازم يكون عندك كده فراسة وحابة تعملي أكلة سمك مميزة. بدأنا طبعا بفطاير السمك بطريقة خاصة، شفناها ازاي، ولما بقول طريقة خاصة يعني ماشي سامحوني يعني حصري، بطريقة من غير ما نعجن عجينة ونقعد نفرد خالص. شفنا عملنا المكونات بتاعة العجينة ازاي، عملنا طبق مكرونة جامد جدا بالوايت صوص مع الجبنة مع الاسباجيتي اللطيفة، عملنا شوربة بلح البحر حصري على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. يعني رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.